ربنا كرم اللعيبه وكرم مجلس الاداره، لان مجلس الاداره تحمل بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت في ظل صعوبات وضغوطات، لكن هو ده كرم ربنا. ربنا الحمد لله كافئنا وكافئ اللعيبه. مبروك ليكم ومبروك لكل مجلس الاداره. هو طبعا غير ان احنا مجهود، احنا سنتين متتاليتين في خلال 6 شهور بتعمل نتيجه كويسه في كاس عالم الانديه، بتاخد بطوله ثانيه، بتجهز نفسك لسوبر افريقي وبطوله عالم الانديه ثانيه، بتحاول بقى انك تعمل مركز احسن. طبعا ده استمراريه لجهود واستمراريه للنظام اللي ماشي عليه النادي. وزي ما بقول لك، احنا من يوم ما جينا واحنا في معسكر كلنا متنشنين، الناس تقول لك ماتش سهل، لا هو مش ماتش سهل. الحمد لله ان احنا ختمت البطوله دي بمباراه حلوه تشرف الكره المصريه، مباراه حلوه ان انت راجع مبسوط من الاجوال الجميله اللي جت. وبرضو انا مش عايز انسى الشعب المغربي وقفته معانا، وان احنا جينا حسينا ان احنا في بلدنا فعلا، الناس بتحبنا والناس عايزانا نكسب، فدي بتدي راحه كبيره جدا. السفاره عملت معانا مجهود كبير الحمد لله، يعني كل حاجه كانت جميله. هو بس الكابتن الخطيب كان متنشن زياده شويه يعني بجد، والعزله اللي كنا فيها واحنا واللعيبه، ويعني بس هو معسكر واحنا اتعودنا على كده، سواء في ماتش في اول البطوله او في النهائي. الحمد لله نامل بقى نبتدي نجهز للدوري، وعندنا لسه السوبر افريقي وكاس عالم الانديه، وان شاء الله نبص لل 11 بقى ان شاء الله. الله عليك، لك اخد منك كلمه لكل اللعيبه الرجاله، والقادم افضل ان شاء الله للنادي الاهلي. ما هو الوصول للقمه سهل، بس الحفاظ عليها. واحنا الحمد لله من السنه اللي فاتت للسنه دي انت بتحافظ، معناها ان في احترام للمنافس، معناها في احترام للوائح النادي وحب النادي الاهلي وفنانة النادي الاهلي. فطبعا لعيبه تشرف مصر، ونشكرهم، نشكر كل الجهاز الفني والجماهير الاهلي في كل حته.